السلام عليكم. النهارده اول فيديو تسجيل صوتي ومش عارف الحقيقه هيطلع ازاي، لكن حسيت انه من واجبي كصيدلي، انا صيدلي ما تتفاجئش عادي، يعني ان اساعد في التوعيه على الاطباء. 5 اسئله تشاع انها صحيحه عن فيروس كوفيد 19 او فيروس كورونا. طبعا كل المصادر الاجابات موجوده في الوصف لو حبيت تطلع عليها. ويلا نبدا. اول سؤال بيقول: هل ينتقل فيروس كورونا بالتنفس؟ الاجابه لا، لا ينتقل فيروس كوفيد 19 بالتنفس حسب الابحاث اللي اجرتها منظمه الصحه العالميه، وانما ينتقل عن طريق الرذاذ الخارج من الانف او الفم الناتج من العطس، وده السبب الرئيسي لنقل المرض، ان الرذاذ ممكن ينتقل ويفضل على اسطح، وان شخص سليم ممكن يلمس الاسطح دي. وده هينقلنا للسؤال التاني اللي بيقول: هل لبس الكمامه لغير المصاب مساله حياه او موت؟ في الواقع لا. هقول لك ليه. الفيروس قطره ما بين 60 ل 140 نانومتر، وده قطره صغير جدا جدا جدا، فممكن بالفعل يدخل بالمسافات الموجوده بالكمامه، خصوصا لو هي نوع رطب. بس الطاقم الطبي مطلوب منه يلبس كمامه، وخصوصا نوع اسمه N95، وده الخاص للطاقم الطبي فقط، بالاضافه لمصابين البرد والانفلونزا، لعدم انتشار الرذاذ الخارج من الفم اللي اتكلمنا عنه في السؤال اللي فات. انت كمان ممكن تلبس كمامه بس كاجراء وقائي، لكن مش هتحميك من الاصابه. كاجراء وقائي ازاي؟ هقول لك ان هي هتمنعك تلمس الانف او الفم، وده مهم جدا وهنعرفه في الاخر ليه مهم. السؤال الثالث: هل شرب الماء اثناء وقود الفيروس بالحلق يقتل الفيروس؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الناس بتفتكر انه لما الفيروس ينزل الجهاز الهضمي هيموت، ولكن الماء مش هينزل الفيروس الجهاز الهضمي اساسا، لان الفيروس بيكون ماسك برابطه قويه جدا، ولا حتى لو نزل العصاره المعويه بتقتل الفيروس. وده باختصار شديد علشان ما نخشش في تفاصيل فيها. السؤال الرابع: هل يساعد تناول الثوم في الوقايه من فيروس كوفيد 19؟ حسب منظمة الصحة العالمية بتقول انه لا توجد اي بينة انه بيقتل الفيروس. هو ليه خصائص مضادة للميكروبات، بنتكلم عن التوم مضادة للميكروبات، ولكن تاني لا توجد اي بينة انه بيقتل الفيروس. السؤال الخامس والاخير: هل الغرغرة بالماء والملح والخل وخلافه يقي من كوفيد 19؟ نفس الاجابة للسؤال السابق، انه لا توجد اي بينة انه ينفع. وبكده نكون خلصنا اكتر 5 اشاعات منتشرة، والاهم من كده انك تفضل في البيت وتغسل ايدك كويس جدا بالصابون. الصابون مهم جدا جدا لانه بيدوب الغلاف الخارجي للفيروس وبيقضي عليه. وما تلمش ارجوك العينين او الاذن او الانف بايدك، وخصوصا لو انت جاي من الخارج. ودمتم سالمين.